لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي والباحث السياسي حسام البرم، معنا من مدينة باريس. مرحبا بك سيد حسام، وبداية وفي ضوء كل هذه الاغتيالات وبعد التقرير الذي تابعناه، هل تبدو سلطة الأسد برأيك عاجزة عن إتمام السيطرة على مناطق التسويات، ولماذا؟ نعم، بداية أسعد الله مساءكم ومساء جميع المشاهدين والسلام لأهلنا في سوريا. الله. يعني نظام الأسد هو اليوم واضح تماما، ومنذ اجتماعه منذ ظهوره بالجامعة العربية أنه بات عاجزا تماما عن تطبيق أي أجندة، بل تائها سياسيا، لا يستطيع أن يعرف أين سيتوجه سياسيا. يتوجه اليوم يلقي بكل ما لديه لدى الروس، والروس غير مستعدون وغير متواجدون في المنطقة، يعني مشغولين بشكل كبير جدا في حربهم في أوكرانيا في محاولة إثبات انتصارهم على الأوروبيين وعلى الأمريكيين، وهذا أمر بتصوري هو أمر بعيد المنال حتى الآن. نعم، وهذا ما أضعف النظام ككل وجعله يفقد هويته السياسية، فجعل النظام، فجعل الملف من ملف روسي، ملف التسويات كما كان في العام 2018، اليوم ملف التسويات هو ملف سوري سوري بالمطلق. كان ملف تسويات، اليوم ليس ملف تسويات، هو ملف انتصار واعلان هزيمه كما يراه النظام، ملف استغلال، ملف تجاره. حتى المشقين بات النظام من خلال سماسره يتواصل معهم ويطلب 5000 دولار مقابل تسويتهم وتسريحهم من الجيش نعم ومنحهم جواز سفر واخلاء مسؤوليتهم بالمطلق نعم وضمان سلامتهم بالكامل مقابل 5000 نعم دولار. سيد حسام، هذه العمليات المتكررة دائما ما يتم نسبها لمجهولين. من هم المجهولون المقصودون بحسب توقعاتك؟ المجهولين هم الشبان من أبناء المنطقة، من تبقى بين أيديهم بعض السلاح الفردي الموجود في المحافظة. يعني مثلا في مدينة الشيخ مسكين، الضباط يقومون بفرض أتاوي على كل شخص يمر على الحاجز ما بين 2000 إلى 5000، وعلى السيارات البضائع 100,000 ليرة سورية، وهذا يوميا. بالنسبة للمواطن يعيش في هذه المدينة، هناك 5 حواجز على الطرقات الرئيسية التي سيمر عليها يوميا، نعم سيقوم بدفع هذه الأدوات بدل أن تكفيه أكله وشربه، والذي أساسا هو يعني يعاني البلد من انهيار اقتصادي وتضخم غير طبيعي. نعم فيقوم بالحواجز بفرض هذه الأدوات، تشليح الأموال، يعني عمليا فيها تشليح بنظام عصابات. فهؤلاء نعم الأشخاص يقومون بالرد بطريقتهم على هذه الحواجز، ولكن سيد من خلال حسام، اغتيالات فعالة. أيضا بات هناك يعني الأشخاص هناك فرضية أخرى، فرضية تقول بأن ارتفاع نسبة الاغتيال تأتي دائما مع كل تحرك في الملف السياسي، ويرجع الأمر بحسب هذه الفرضية لوجود رغبة عند سلطة الأسد بتصفية قادة متورطين بقضايا معينة. ما منطقية هذه الفرضية برأيك؟ نعم، هذه الفرضية فيما يتعلق بتجارة المخدرات فقط، ولكن يعني النظام حتى يعني حتى أصغر القادة بالنسبة له خصوصا في تجارة المخدرات هم مهمين، يعني ما قام التضحية فيه هو شخص أو اثنين فقط في إطار هذه النظرية، أما بعد ذلك لم يقم بالتضحية بأي شخص في إطار هذه النظرية، نعم وكل ما تم هو إجراءات فردية من أبناء المنطقة. يعني أبناء المنطقة غير منظمين، لو أنهم فعلا منظمين ولديهم غطاء سياسي سواء كان أردني أو سعودي أو عربي أو أيا كان، أنا أضمن لك أن أبناء الجنوب، شبان الجنوب أو ما تبقى من شبان الجنوب، يستطيع ليس فقط اغتيال ضباط النظام بل السيطرة على الجنوب في غضون أقل من أسبوع واحد. نعم شكرا جزيلا لك فبالتالي السيد المعادلة حسام تختل في البرم، حال وجود غطاء سياسي. شكرا لك وعذرا على ضيق الوقت. الصحفي والباحث السياسي حسام البرم كنت معنا من مدينة باريس، شكرا جزيلا لك.